متابعينا ومتابعينا اليوم السابع، برحب بيكم في فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة موجودين في المطبخ الخيري، بننقل ليكم يعني مبادرة طيبة بيقوم بيها الشباب المتطوعين، وهي افطار قرية من القرى الاكثر احتياجا بمحافظة الشرقية. المطبخ هنا بيوفر كل يوم 300 وجبة مطبوخة ساخنة للأهالي من أهالينا في القرى الأكثر احتياجا، ده بالإضافة إلى طبعا يعني توفير عدد كبير من الوجبات للمغتربين ولمائدة الإفطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد بكر من الكويت، أكلمكم عن مشروع إفطار قرية برضه في مطبخ جواد الحياة. مشروع إفطار قرية تم إطلاقه السنة اللي فاتت 2022، كان أول سنة يتعمل فيها حاجة زي كده. مشروع إفطار قرية هو عبارة عن إحنا بنستهدف 30 قرية، طبعاً المناديب دي بتكون اللي هم محتاجين وجبات للقرية بتاعتهم لأنها أشد فقراً، فبالتالي إحنا بننزل نعمل بحث واستكشاف عن الأهمية دي، وكمان بنطلع على أوراق الحالات عشان نتاكد طبعا من الاستحقاق. فايه اللي بيتم في يومها مع مشروع افطار قريه؟ المندوب بيجي بالعربيه، بيجي يستلم الوجبات، بطلع معاهم السنه اللي فاتت والسنه دي عشان خاطر لازم يكون في مندوب من المطبخ عندنا طالع يشوف الوجبات ويتابع التسليمات ويتابع كل حاجه هناك. اللي بيتم هناك ان احنا بندرس الوضع كويس جدا ونشوف الوضع كويس جدا حتى واحنا بنسلم الوجبات، يعني مش قبل كده بس، احنا كمان اثناء التسليمات بنتابع الوضع هناك. كلميني انت مهمتك ايه في المطبخ؟ والله انا بعمل دايما عبد رز، يعني رز ومكرونه، بس الاشهر كان رز. يعني بتيجي من الساعه كام كل يوم؟ احكي لنا كده يومك بيبتدي ازاي. ممكن اجي من الساعه 8 الصبح 7 الصبح بدري يعني. وكان قبل رمضان كنت معاهم في التجهيزات، وكان برضو في اطعام قبل رمضان مع التجهيزات قبل رمضان، فكنت باجي بساعد برضه. لما بيبقى فيها حاجه كمان في المطبخ باجي من الصبح بدري بساعد فيها وبعمل معاهم، يعني مش على قد الغرف بس. يعني كلمينا عن احساسك يعني وانت بتعملي افطار للصائمين. لا، احساس جميل جدا، حاجه حلوه ان انت تعملي الخير، دي تجاره مع الله في الاول وفي الاخر، هي تجاره مع الله. ف مجهودك وحياه والدنيا كده تحسي ان هي حلوه، تحسي ان قلبك مفتوح اصلا ان انت تعملي حاجه زي كده، يعني حاجه جميله فعلا. انا دكتور رحمان احمد، فرقه اولى كليه البشري، معانا هنا متطوع في مؤسسه زواد الخيريه، وانا هنا متطوع دلوقتي في المطبخ في حوار التغليف وكده، ولاني بخلص جامعه متاخر كده، وبعديها بروح المائده. انا اصلا اساسي متطوع في المائده، انا بستنى الوجبات تجي لنا من المطبخ ناخدها هناك عندنا في المائده، بنصنفها الاول وبعديها بنقعد ناس ونبتدي نوزع احنا الوجبات للعدد اللي جاي لنا، وبنبتدي بقى بعد مع ما المائدة تخلص يعني والناس كلها تفطر والمائدة تفضل، بتبتدي بقى احنا كده متطوعين في المائدة ان احنا بنمسك المائدة نلم كل البواقي اللي عليها، بنجمع كل حاجة تروح لوحده، بواقي الأكل برميل لوحده ده بنوزعها على القطط والكلاب في الشارع، والبلاستيك بناخده وبنعيد تدويره وبنبيعه تاني، فكل حاجة في المائدة احنا بنمسك المائدة من قبل الفطار بنوضبها للفطار وبنغسلها بعد الفطار ان هي جاهزة لتاني يوم. وبتبتدي بقى تاني يوم من قبل ما الناس تدخل بتبتدي بقى تعصيب كل حاجة في المائدة، من أول الكراسي للترابيزات وكل حاجة بتتمسح كلها. زي ما انتم شايفين طبعا الوجبات في طريقها للسفر للقرية، طبعا احنا عشان المطرة كل سنة وانتم طيبين، طبعا الدنيا بتمطر فمغطيين الوجبات طبعا حماية
من مياه الأمطار